السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما انتقلنا من الحلمية لمدينة الأوقاف جنب المهندسين، الفترة بين 1963 و 1966 كانت عادية جدا جدا جدا. كل عيلة عايشة في فيلا من الفيلل، أو بعض العائلات لو ما عندهمش فيلا بيأجروا شقة في المنطقة دي، كلها في منطقة جميلة يعني في الوقت ده، وكلها خضرة وشوارع كبيرة. كنا احنا كأطفال في الوقت ده كنا كلنا مراهقين، تأثرنا بسن المراهقة وطلعت دقوننا بقى وشنباتنا، واللي ربى السوالف واللي ربى الشنبات واللي ربى الدقون إلى آخره، وبدأ يصبح علينا إيه علامات الرجولة. ما كانش عندنا أنشطة كتيرة جدا، وكان الثقافة بتاعت المنطقة اللي احنا عايشين فيها مش زي الثقافة القوية اللي احنا كنا شفناها في الحلمية قبل كده، هو او في المغربلين او في سوق السلاح او في الضرب الاحمر الى اخره الى اخره. ليه؟ لان دول كلهم جايين من اماكن مختلفة لسه هيتعرفوا على بعض، ما يعرفوش شو البعض لكن لسه كلهم هيتعرفوا على بعض. فنحن قضينا الثلاث سنين دول او الاربع سنين دول ما بين لعب الكرة او الوقوف على الناصية او لعب كوتشينة مع بعض او الواحد يتفرج على التلفزيون الى اخره. كانت يعني زي ما تقولوا فترة ميتة. كان دايما الوالد يرجع من البيت الوقت ده الساعة 2 الظهر، أقصى حاجة نتغدى مع بعض وننام كلنا بعد الظهر الساعة 3، وكان الراتب بتاعه الحمد لله بيكفينا كلنا في الشهر ونقعد بيه. كان ساعتها الرواتب قليلة لكن كانت كافية، لأن المواد الخام اللي احنا كنا بناكلها كانت كافية بالنسبة لنا جميعا. الساعة 2 وبعدين غدا وبعدين نوم، وبعدين ما كانش في تليفونات، كان الناس بيقولنا احنا واحد قاعدين بالليل كده مع بعض، باب يخبط اي حد يخش، مين فلانه الفلانيه جايه من المنصوره، جايه من طنطا، جايه من كذا، الا لو حد بعت لك قبل كده جواب عشان يخبرك. ليه؟ لان كان التليفونات دي كان عند علية القوم فقط، مش عند الناس العاديين اللي زي حدنا. ده الفتره دي، اللي بعدها هننتقل من الفتره دي الى نسافر ليبيا، وبعدين من ليبيا هنرجع على القاهره عشان نخش كليه الطب جامعه الازهر. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا كان عجبكم الفيلم يعني شاركوه مع أصدقائكم.